في عام 2022 رأينا أن الفيدرالي اتجه لتشديد سياسته النقدية للسيطرة على التضخم الذي سببه شح الإمدادات في النفط والغاز والمواد الغذائية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية. لكن مؤخرا وبسبب أزمة المصارف التي شهدناها في مارس الماضي، بدأ الفيدرالي بالتلميح إلى تخفيف وتيرة رفع أسعار الفائدة، الأمر الذي أدى إلى هبوط الدولار وارتفاع الذهب، والآن الذهب يتجه لتسجيل أفضل أو أعلى مستويات على الإطلاق. نرى أن منذ بداية العام 2023 ارتفع الذهب بأكثر من 10%، وشهد زخم هذا الارتفاع في مارس الماضي، أي خلال أزمة المصارف الأمريكية وأيضا كريدي سويس. ونرى أن الدولار أيضا انخفض بأكثر من 3.5%. هذا الأمر جعل الذهب يتجه لتسجيل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، ومؤشر الدولار يتجه إلى أدنى مستوى في عام. ليست فقط أزمة المصارف وسياسة الفيدرالي من يؤثر على كلا السلعتين أو الأداتين، لكن أيضا البيانات الاقتصادية الأمريكية مؤخرا كان لها وقعها على أداء الذهب والدولار، حيث أن مؤشر أسعار المنتجين انخفض في مارس بنسبة 2.7% على أساس سنوي، بأكبر وتيرة أو إلى أدنى مستوى في قرابة عام أو منذ عامين عفوا أو منذ أبريل عام 2020. وأيضا نرى أن التضخم انخفض في الولايات المتحدة في شهر مارس بنسبة 5%، أيضا أدنى مستوى في عامين. أيضا هناك توقعات بانتهاء الدورة التشديدية، حيث أن الفيدرالي في اجتماع مارس أفاد بأنه سيقوم برفع أسعار الفائدة لمرة واحدة خلال عام 2023. هذه القراءات بالإضافة إلى المخاوف حيال حدوث ركود صعدت بأسعار الذهب قرابة 1.8% منذ بداية الأسبوع الجاري.